ايه يا ابوي؟ ما بتاكلش ليه؟ انت ما دقتش حاجه من صبحيه ربنا. ماليش نفس. بس مش كتير اسبوع على عامة توحيد يا ابوي. كتير على مين؟ عليها ولا علينا؟ كتير على الناس، هيزهق والشغل هيوقف. وهو العزم معمول عشان الناس. امال اللي مين؟ الواحد بيعمل العزم نفسه لهمه، يقعد مع همه، واللي يجي ياخد بخاطره ياخد، واللي ما يجيش ما يجيش. يعني هنقعد في الصوان بعد اول 3 ايام لوحدينا؟ يا ريت، على الاقل نفتكرهم قبل الدنيا ما تاخدنا تاني في اوهامها اللي ملهاش معنى. طب والشغل يا ابوي؟ الشغل شغلي، اوقف اسبوع اتنين انا حر. اللي تشوفه طبعا يا ابوي. طب وبيت عامة التوحيد اللي استولى عليه السيد دي؟ سبق وقلت لحضرتك انه بيتني. وانا سبق وقلت لك اني ما ارجعش في حاجه اديتها لحد ابدا. البيت ده وهبه اديتها لاختي وجوزها، ومش هرجع فيه ابدا. فاهم؟ فاهم، بس مش مقتنع. عنك ما اقتنعت. بتعرف الحق قوي انت. ما عرفوش ليه؟ طب كل كل. انتوا عارفين انا عملت عزا توحيد اسبوع ليه؟ ليه يا ابو؟ مش لانه عزا توحيد لوحده، ده عزا الحبايب. توحيد ومرعي. مرعي احنا عملنا له عزا قبل كده. اتجدد من تاني. كلوا كلوا لحمه كتير. أنا طالع أوضتي. رايحة فين تاني؟ رايحة العزا. مفيش يا بنتي عزا. لا فيه، ولازم أروح. هتعزي الناس اللي رموكي من فوق السلم؟ هعزي الراجل اللي جه لحد بيتنا وطلبني وقلت له لا. وقلتي له لا ليه وأنت عايزاه؟ عشان عاوزاه. مش فاهماكي. لازم اروح. يبقى لازم اروح معاكي عشان ما حدش يتكلم معاكي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. مرحب مرحب. طلع المين؟ طلع لخالتي من الدها عزي. اتفضلي من هنا اتفضل. عارفه الطريق. بنت مين انت؟ بنت انا يا حماد، اصلها ما تطلعش. اهلا انا مرات عمي. اتفضلي. معقوله يا ابو زكري يطلع منك الحلاوه دي؟ هسيبوا البت اليتيمه كده. بنت مين؟ الغلبانة زهرة، بقيت واحدة. من قال ان زهرة يتيمة؟ مش امها طفشت يعني في حكم اليتيمة؟ كل البلد عتقول. تتكلم في اللي تعرفه ابو زكري. اللي اعرفه انها ما استحملتش جوزها يتجوز عليها ويخلف. لا اله الا الله. احنا في عزاء ولا في فرح؟ لا في عزاء. خلاص في العزاء الرجالة تتحشم وتقول كلام موزون. ليه؟ وانا قلت ايه؟ ما تقولش. تسمع كلام ربنا وتستغفر يا تقوم تروح. استغفر الله يعني اسكت؟ يا تروح. سكت. حطيت جزمة في حنكي وسكت. انا لولا ان مرتي وبيتي فوق كنت مشيت. متشكرين يا عم منان. الله يخليك يا بنتي. نوار ازيك يا بنتي؟ عرفتي كيف؟ قريتي الجرنان وعرفتي خبر عمتك؟ لا عرفت من هنا. وجيتي ليه؟ جيت وحشتوني. جيت
وجايبه كل الشنط دي معاكي ليه؟ ما انا هقعد معاكم لحد ما اولد. وجوزك فين؟ مع ابوك تحت. وصلني ومشي. طب يا بنتي انت تخشي على اوضتي على طول عشان الحريم اللي جوه دول ما يشوفوكيش، عينيهم زي العجارب. وراي على فين يا سيد؟ انا عايز اروح. تروح فين؟ اروح لها. تروح لمين؟ وحد الله. لا اله الا الله. توحيد قاعدة في البيت. هتفتح لي الباب وتغطيني. مالي عليا البيت يا حاج. اسيبها لمين؟ جودة، جودة. دخل عمك سيد جوا. على مهلك يا حاج. على مهلك يا عم سيد. وفي الراجل الصالح مش قادر على فراق مرته. ما هو عقله خفيف من زمان. ايوه بعقل تقيل. الراجل كنت عاوز تاخد منه بيته مش قادر يعيش من غيرها. مش بيته. لا اله الا الله. تصدق انت ان حد يزعل على حد مش من دمه كده؟ ما تصدقش. تعلمت منك النبقة شديد يا حاج. حتى على القريبين يا خير العشره ما تهونش. فما بالك لو الميت ده اخوك؟ اخوي؟ ايه ما عاد تسمعش حسه؟ ما بتشوفش خياله قدامه؟ مش قادر افهمك يا حاج. هو الميت هيرجع تاني ولا ايه؟ لا ما هيرجعش، بس الحي بيحس بيه. مش فاكر اخوك خالص. الله يرحمه. كل ما اغمض عيني اشوفه واشوف ايديه طالعه من الميه عاوزه امسكها، واشوف ايدين تانيه عاوزه تمنعني. ايدين عارفها كويس. انا هروح اشوف الناس. روح شوف. ابوك ماله يا جوده؟ كلامه عجيب ونظراته ما تطمنش. ما انت عارف يا خيري عمتك الله يرحمها كانت غاليه عليه. عمتك الاول اللي مات ولا اخرهم يا سيدي. في حاجة تانية جواه هيقلب في القديم. يا والد ابوي العزا يخلص على خير وهيروق.